اللهم نجني لكي لا أخطئ إليك اليوم بشيء من الأنواع، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر من القلب. اللهم اغفر لي عن الخاطئ، لأني لا أستحق أن أرفع عيني إليك يا رب، لأني أخزى من كثرة آثامي. اللهم أعطني أن أصنع إرادتك لترشدني برحمتك. أيها الآب الإله، اغفر لي خطاياي واستر آثامي. اللهم نجني من غضبك. اللهم ماذا أقول حين حضوري يكون بين يديك، وبما أتزكى حين تحاكمني. اللهم دبرني واسترني. اللهم إذا ملت إلى الشر فلا تتركني أسير مع شهوات الرديان. اللهم استر فضيحتي أمام منبرك الرهيب. اللهم اجعل ملاكك الطاهر طاردا عني كل تجديفات الخطيئة. اللهم انزع مني القلب الحجري. اللهم طهر قلبي ونقي حواسي. اللهم انعم علي بقلب منصحك لأتضرع إليك. اللهم ثبت كلماتك المقدسة في قلبي ونفسي. اللهم لا تطلبني وأنت غضبان علي. اللهم قدس قلبي أمامك ليكون هيكلا طاهرا لروحك القدوس. اللهم لتستقم صلاتي أمامك كرائحة بخور طيبة بيني.